السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهاردة فيديو جولة في محل الذهب المستعمل، وكمان انا رحت ليه وعملت ايه بقى والدنيا دي كلها، وفي حاجات عنده تشكيلة جديدة هو عاملها جايبها يعني، وعنده ايه المتاح وايه الدنيا دي كلها، وانا رحت عنده ليه. مبدئيا كده رحت عنده عشان خاطر الحاجات دي اختي جمعتها كده وقالت ايه اما تتخلص منها يعني وتبيعها، وفي نفس الوقت هتجيب لها مبلغ. شفتوا يعني هم صغيرينهم بس كانوا جايبين مبلغ حلو يعني، عشان خاطر هي ربنا كرمها يعني وكده، و في موضوع كده ما يعني، فقالت تبيع دولت ودولت يعني ايه الحاجات الرفيعة اللي هي ايه حلقة كان عندها واتكسر، حلقة بالرمت وقعت كده يعني، خاتم بقالها دلوقتي سنة بتلبسه مثلا وزهقت منه يعني، الحاجات اللي هو ايه مش اساسي يعني مش كله تمام، جزء كده تمام. الخاتم ده كده مثلا يعني هفرجكم كده شوية حاجات، دول كده حلقان صغننة وكبيرة، بس يبان عشان مصورها من بعيد ان هي صغيرة كلها، بس في منهم حلق كبير ومنهم حلقين صغيرين، وعيار 18 وعيار 21. عيار 21 كان ب 848، وعيار 18 ب 727 تمام. عيار 21 ب 808 ب 700 دقيقة ب 848 تمام، وعيار 18 ب 727 اوكي. رحنا بقى نبيعهم، وده ده كده الخاتم التاني ده كده ماشي. بصوا ده كده شكله، معلش بقى بغض النظر عن ان الفيديو ممكن يكون مش واضح شوية عشان مصوره بتليفون تاني يعني مش عارف اعمله. المهم يعني ان احنا رحنا المكان بقى فين، في الاميرية عند مصنع الادوية تمام، او شركة الادوية، شركة النيل الادوية. في جامع هناك كده، محطة هي كده وجامع، فيها على ناصيتها من الناحية التانية جمعية رسالة، وعلى الناصية التانية شركة الأدوية تمام كده. شركة النيل للأدوية بتدخلوا بقى، هو اسمه شارع الترعة من جوه بقى شوية، اسمه شارع الترعة. بتدخلوا بقى شارع الترعة وتمشوا على طول. وطبعا وريتكم شكل يعني ممكن اصور لكم، مش عارفة بصراحة صورت ولا ما صورتش. المهم يعني اني بتمشي كده شوية حلوين لحد ما توصلي للمحل، وانا عايزة اقول لكم اني بجد بجد تشكيل الذهب تحفة 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 تحفة، هتلاقوها في اخر الفيديو يعني، تابعوا الفيديو وما تملوش عشان خاطر اتقالوا الحلو جاي ورا تمام. اتقالوا هتاخدوا حاجة حلوة اوكي. بصوا كده، ده كده شكل الشارع اول ما دخلت كده. بصوا ده كده شكل الشارع من بره، في منطقة شعبية الشكل ده كده. وطبعا كان في كمية ناس كتير بقى، فحاولت اصور قدر الامكان او كده. الجامع اللي انا لسه ما وصلتلوش اللي هناك ده، الاخضر المنور الطويل ده، لا لسه بقى ما وصلتلوش، هو المحل بعديه تمام. دخلت هنا بقى المحل كده وصورت الحاجات دي، قلت له يعني وريني كده الغوايش المتاحه عندك. الغوايش دي اللي انا كنت ماسكاها في ايدي دي خلاص محجوزه، دي كانت يوزد يعني، يوزد يعني مستعمله، حد حاجزها يعني وهيجي ياخدها منه. والاسويره دي بالشكل ده برضو محجوزه مع الغوايش دي، اما بقى الغوايش دي فدي لسه مش محجوزه، فيعني اللي حابب وكده ياخدها. هحط لكم طبعا الرقم في اول تعليق مثبت ماشي. دي كلهم مصنعيتهم 25 جنيه على الجرام تمام، 25 جنيه على الجرام اوكي. الثلاثه دولت يوزد يعني حد مستعملهم وجاي يبيعهم، واستاذ حسين مش هي يعني ايه مش هيكسرهم او يرجعهم المصنع ده، يعني هيعيد استخدامهم تاني، إعادة استخدام الذهب المستعمل يعني بيعه مرة أخرى بمصنعية أقل تمام. نيجي بقى هنا ليه نزلت مقاسهم صغنن أوي؟ لا بس شوف ماشي. ودي بقى مصنعيتها كام؟ بس دي جديد صح؟ 25. بس في حاجات أنت كنت منزل عليها عروض، هي هما دول؟ حاجات زي كده كانت نازله ومنزل عليها عروض. دول جداد؟ مفيش حاجات زيهم مستعمل؟ في بس مش نفس الموديلات دي.
ايوه انا عارفه بقولك عليه الموديل دي سنة جديدة، 845 مصنعيتها 95 على الجرام. ماشي، بصوا الجمال طبعا انا هقيسها واوريها لكم، بس دلوقتي كده بفرجها لكم كده، هقيسها بقى اشوف كده، هقيسها في اخر الفيديو و هتتفاجئ. 2715 بس انا شايفه ان كلهم ايه 19 20 مقاسات دي صح؟ مقاسات صغننه. خد شيل دول بقى وريني الحاجات التانية. تعمل لها كام بقى واحدة من دول؟ اسمهم ايه اصلا؟ اسمهم كده لامار؟ دي ماركة جديدة نازلة السوق؟ اه هو كان مصنع، هو مصنع خليجي بس في مصر. كده الاساور اللي هي كانت معروضة على البتاع الاسود ده، الجرام عليها 95، مصنعية تمام. ليه؟ لانها جديدة اصلا مش مستعمل، في نفس الوقت هي اصلا ماركة مش مصرية، زي ماركة مصنع سعودي زي ما عرفنا كده، اسمه لامور. يعني اللي عايز يجي ياخدها يقول اللي عايز موديلات لامور كده، ده كده اسمها. والمصنعية عليها زي ما قلت لكم كده 95. اما بقى الاساور اللي انا بعرضها دي موديلات مستعملة، ودي مصري عادي، ودي والغوشتين دولت كمان الجرام عامل 25. يعني انتوا احسبوها كده اقل حاجة على ال يعني لو حسبتوها ممكن لو اخدتوا كام اقل مصنعية تدفعوها على مثلا قولوا 22 جرام او كذا، ممكن لو المصنعية 25 جنيه فهتبقى في حدود 300 او حاجة او ازيد تمام، او اقل يعني، انا اقصد في الرينج ده تمام. مش حاسبة معاكم يعني، بس انا اقصد ان طبعا لما المصنعية تاخديها بتاخدي جوشتين زي كده يبقى اكيد اقل حاجة تاخدي 22 جرام، لما اسويرة وخاتم زي كده اقل حاجة مثلا 11 جرام تمام. لما يبقى 11 جرام بالشكل ده طبعا هيقطع معاكي مصنعية كتير، لو المصنعية 80 ولا 90، لكن لما المصنعية تبقى 25 فطبيعي طبعا المبلغ هيقل النص، يمكن التلتين كمان هيقل. ماشي، فطبعا 25 في فرق بين المصنعية 25 في فرق بين المصنعية 95. طبعا على حسب ما انت وذوقك، عايزه موديلات لامور ولا عايزه موديلات التانية برضه على حسب. ولو مش فارق معاك المصنعية واهم حاجة الشكل، فطبعا موديلات لامور تحفة. الاساور دي كلها في حدود 6 و7 آلاف جنيه، بالمصنعية 25 جنيه على الجرام. العقد ده او زي ما تقولوا كده بصوا تحفة، جميل جدا، عامل في حدود هو 5 جرام، لا 7 جرام تمام. العقد ده 7 جرام عامل في حدود 2500، 2000 وكسور تمام، 2500 وكسور، 2700، 2800 تمام. والمصنعية برضو عليه 25 جنيه. ماشي، ودي كده تشكيلة خواتم زي ما انتوا شايفين كده بصوا. طبعا في تشكيلة خواتم تانية رائعة بجد بجد تحفة جدا، المصنعية بتاعتها حلوة قوي قوي برضو. ماشي، دي كده دليات برضو عنده يوز، دي تحفة برضو شكلها حلو قوي وبجد جميلة، بصوا الجمال بتاعها. وبرضو المصنعية عليها 25 جنيه، ماشي حلوة قوي. ودي دلية على شكل قلب فيه مفتاح، بصوا على شكل قلب كده فيه مفتاح، حلو قوي بصوا. وكلها فصوص كده شكلها حلو قوي. احنا كنا بصراحة هناخد دلية منهم، بس ماما مش بتحب الذهب اللي نوعيته فصوص عشان بيقعدوا يقعوا منها وكده، فما خدتش تمام. كانت عايزة الدلية تكون نفس الشكل كده ونفس الرسمة كده بس من غير فصوص، فنادرا جدا لما تلاقي الشكل كده من غير فصوص، بيبقى صعب قوي يعني. لازم الفصوص داخلة في معظم الموديلات، وبصراحة شكلها احلى. طبعا اي موديل من دولت بيبقى في حدود 25 جنيه على الجرام. والدليات دي برضو في حدود 2500 برضو نفس الكلام، لان هي
كم جرام، 3 جرام وكم كسور، كسور كده ماشي. بصوا دي، بصوا شكلها الانسيال ده، برضو في حدود 2000 وحاجة برضو، لان هو خفيف. بصوا شكله خفيف، فهو في حدود 2000 وحاجة ماشي. بصوا شكله بقى وانا لابساه، شكله تحفة تحفة. بصوا 2000 وحاجة. معلش بس انا مش متأكدة من سعر الكليب، بس لو قلنا اللي هو 7 جرام فهي 18، وعيار 18 في حدود 700، فطبعا هيقطع اكتر من 2500 تمام. فممكن نقول في حدود 4000 ممكن، او يمكن اقل شوية ماشي. لان انا مش جنبي انا حاسبة عشان احسب بصراحة. زائد ان كده احنا خلاص خلصنا حلوة علبة دماس دي. بس الدلايات دي احلى الانواع الدلايات بصراحة اللي اخدتهم، بس شكلهم تحفة. انا كده خلاص فرجتكم على الدلايات المتوفره، وفرجتكم على الخواتم دي اليوز دي تمام. فاضل بقى افرجكم على الخواتم التحفه اللي هي الجديده، تصفيات تمام. تصفيات مصنعيتها 40 جنيه، يعني فرق 15 جنيه في الجرام ما بين المتاحه دي اللي هي اليوز دي ما بين الجديده. بس الجديده بجد بصراحه روعه، احلى من دي بكتير. يعني دولت ممكن تقول المميزين فيهم اللي انا قستهم، دي الموديل الواحد ده والموديل ده واللي تحت ده الفيونكا، ويعني 3 4 بس. اما الست اللي طلعوا، بصوا بصوا هو واسع ازاي. اما الست اللي طلعوا التاني اللي هو الجديد بجد تحفة. يعني لو يعني بصوا خلينا الاول نركن كده موضوع الخواتم التصفيات، وخلينا في الخواتم اللي هي اليوزد دي المستعمله دي. بص ده بقى المقاس اللي بيبقوا عايزينه باي شكل، اللي هو المقاس 23. يعني في بنات كتير جدا بتبقى نفسها فيه، نفسها ان هي تجيبه مش بتلاقيه، ده هو متاح اهو. توينز، والخاتم الجميل الناعم ده، بص شكله تحفه تحفه. وكمان اخوه ده ماشي، بس دوت مقاس 17، ما دخلش في ايدي. بص التشكيله دي كده اليوز تمام، فيها كده كام واحد بس كده مميز، خاتم مميز. مثلا الكولي ده بصوا خفيف ازاي وجميل، وفي نفس الوقت سعره حلو مش معدي ال 4000. انا هنا كده معلش تليفوني فصل. كنت عامله لكم، مصوره لكم تشكيله الخواتم الجديده، وللاسف زعلانه جدا 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 ان انا اتمسحت مش عارفه ازاي. بجد جميله جدا، انا كنت قايسه كل خاتم في الكوليكشن كله، كان كوليكشن كبير. المهم خلينا في الكوليكشن ده اللي هم ده. يعني انا عايز اقول لكم ان الخواتم دي نص نص اللي انا قستهم. متخيلين انتم؟ بجد متخيلين. المهم ان دولت كده المجموعة دي كده فيها 3 4 بس المميزين. طبعا بصوا انا قست كام واحد، في كذا واحد كده شبه بعض، ديهم حلوين. فيهم فصوص كتير زي اللي انا لابساه في النص ده، واللي انا لابساه مكان الدبلة ماشي. في واحد كمان اهو ده كده، بصوا برضو حلو جدا وجميل ابي ابي ابي. في كمان ده، دي كده شكل الدبلة برضو حلوة جدا، بصوا حلو ابي ابي ابي. وشكلها حلو. الصباع الصغير ده مقاس 18 تمام. بصوا كده، بصوا بص دي كمان مميزة قوي. ديك انا كده قست لكم المميز بس، والحاجات التانية العادية ما قستهاش. طبعا كل الحاجات دي انا كنت مصورها لكم قبل كده لما عملت لكم فيديو من الواتس، من جروب الواتس بتاع الدهب تمام. هنا كده شفتهم عيانا بيانا، يعني كده على الطبيعة، شكل كده على الطبيعة. وكمان قستوا معظم الخواتم الجميلة دي عيار 18، معظمهم 25 جنيه على الجرام، ومش عارفة 30 جنيه على الجرام. معظمهم مقاس 18.
بص اللي على شكل فيون كده ماشي. كده يعتبر انا كده خلاص خلصت الفيديو ماشي. انا كده خلاص خلصت التشكيلة اللي هي اليوز دي كلها، وزائد ان انا عملت يعني صورت لكم في الفيديو نفسه الاساور بتاعت لامور تمام. كمان صورت لكم الكولي ده الخفيف ده، شكله حلو جدا جدا جدا، يدوبك على الرقبة بالظبط، والفراشة كده تنزل على الصدر تدي شكله روعة، وفي نفس الوقت خفيف، مش لازم 200,000 جنيه عشان تجيبي كولي يبقى شكله حلو، بالعكس رقيق جدا وجميل واحلى كتير من الحاجات التقيلة ماشي. وكمان فرجتكم على الاساور بتاعت لامور زي ما قلت لكم، بس لامور دي ماركه سعودي والمصنعيه بتاعتها 95 جنيه. في حاجات تانية طلعها استاذ حسام وكانت عامله 85 جنيه، وللاسف كله راح في الفيديو اللي اتصور. هحاول ان انا اخليه اصورهم فيديو بقى بتليفونه ويبعتهم، احسن من ما فيش خالص. بصراحه كان انا كنت تعبانه جدا في تصويرهم، قعدت ساعه بحالها اصور، انا زعلانه جدا. انا سلام، انا سلام سلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.